بات من الأسهل معرفة كل الأخبار بجديدها وتفاصيلها عبر الهاتف النقال دون بذل مجهود أو كثير من المال. في المقابل قال السودانيون أبناء الأجيال التي كانت تستمتع بشراء صحيفة أو صحف الصباح الورقية ومتابعة الأخبار بكل تصنيفاتها. زمان كان الواحد بيشيل جريدة كان في متناول اليد، يعني كان الأسعار رخيصة، هسه بقت مشكلة والله. يعني الواحد بيتناول جريدة واحتمال ذاته تمشي تقرأ وتجيبها راجع تبدلها، يعني كان اشتريت جريدة تبدلها بجريدة رياضية بجريدة ثقافية، يعني حس بيقى الوضع ما زي زمان. وقد أدى الارتفاع الكبير في مدخلات إنتاج الصحف مع هجر كثير من الصحفيين للمهنة لاختفاء بعضها وندرة أخرى، والآن يفتقد أصحاب المكتبات وبائع الصحف ذلك الزحام وكثرة الطلب على الصحف الذي كان الحدث الأبرز خلال يومهم. لو الحكومة شوية راعت الظروف بتاعت الجرائد دي مثلاً، خفضت الضرائب وخفضت، لا ممكن الجريدة تيجي بسعر مناسب، الناس كلها ممكن تقرأ تقتنيها وتتصفح الجرائد وتقرأ الجرائد وتعود للحياة بصورة أفضل يعني من حالتها. أما حاليا والله في ركود شديد في الجرائد. تطلعت الصحافة بعد زوال النظام السابق في السودان لعهد من الازدهار في ظل الحريات المتاحة حاليا، ولكنها واجهت أزمة اقتصادية جعلت عددا من الصحف تتوقف تماما مع اتجاه أخرى للنشر الإلكترونية على حساب الورقي حتى تحافظ على بقائها. الصحافة الورقية بقتت أمام خيارين، المواكبة والاستمرارية. أنت في النهاية أنا كل الأخبار الموجودة في المواقع والصحف الإلكترونية في لحظة وروده أنا بيبلقى اليوم الثاني بايتة في الصحف الورقية، فبالتالي ما يعني القارئ ذاته ما بتشجع على اقتناء نسخة ورقية على اعتبار أنه كل الأخبار والتقارير والحوارات متاحة بالنسبة لي لحظة وقوعها في الموقع الإلكتروني. هذا وقد أدت أزمة صناعة الصحف في السودان لتسريح أعداد كبيرة من الصحفيين وتشريدهم. لظروف وأسباب متعددة تمر الصحافة الورقية في السودان بمفترق طرق، حيث ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة وفقدت الكثير من قرائها لصالح الصحافة الإلكترونية التي باتت الأسهل والأسرع انتشارا في البلاد. سهام سعيد، قناة الغد، الخرطوم.